وللمزيد من النقاش حول زيارة الرئيس أردوغان للعراق وأهم الملفات المطروحة على جدول الزيارة وتوقيتها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد عبد الله سلمان، كما ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين. مرحبا بكما معي ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد عبد الله بالسؤال عن هذه الزيارة وعن طبيعتها وتوقيتها التي جاءت بعد 13 عاما من يعني وقت طويل لم يقم به رئيس التركي بزيارة العراق، وجاءت هذه الزيارة في هذا التوقيت، ما أهميتها باعتقادك؟ الزخم الإعلامي الذي رافق يعني الزيارة المهمة بحقيقة تعتبر بين كل بلدين جارين بهذا المستوى، تعتبر زيارة ذات أهمية، ولكن الزخم الإعلامي أعطى الإيجابية دون النظر إلى يعني التحديات الحقيقية التي تواجه هذه الزيارة أو الاتفاقيات التي وقعت ضمن هذه الزيارة. التحديات كبيرة جدا لهذه الزيارة وحقيقة للاتفاقيات جميعها، لأن الوضع السياسي في العراق لا يسمح بتطبيق الكثير منها، خصوصا في المجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. هناك تحديات إقليمية وتحديات محلية وتحديات دولية، أما التحدي الذي يشمل الإطار الداخلي العراقي هو عدم انسجام يعني موقف منسجم واحد سياسي عراقي تجاه العلاقة مع تركيا. هناك لغط كبير على الموقف بالعلاقة مع تركيا، وهناك تحشيد معادي جدا للعلاقة ما بين العراق وتركيا، تستخدمها الأطراف التي تدعمها إيران، لأنها تريد أن تحصر العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية للعراق مرتبطة أن تكون بإيران، لا تركيا ولا أي دولة أخرى غير مرحب بها داخل العراق، لأن ذلك يضر بالمصلحة الإيرانية. هذا التحدي الداخلي العراقي، إضافة إلى التحدي الموجود في الوضع الإقليمي. الوضع الإقليمي أيضا إيران ليس من مصلحتها أن تخسر الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية في العراق، لأنه ذلك يعيق مشاريعها الاستراتيجية الموجودة في المنطقة. أما التحدي الدولي حقيقة أيضا يشمل أنه كثير من الدول لا تريد استقرار لهذه المنطقة، وبالتالي أيضا لا تريد الأمن والأمان إلى تركيا، وتدعم كثير من الجهات المعادية إلى تركيا داخل العراق وخارج العراق. وبالتالي هناك تحديات عديدة لهذه الزيارة لم تؤخذ بنظر الحسبان في هذه الزيارة لكثير من المواقف السياسية. سيد عبد الله، دعنا من وجهة نظر التركية نستمع إلى السيد حمزة لنعرف ما هي أبرز هذه التحديات وكيف جرى التعاطي معها وكيف قيمت تركيا بعد انتهاء هذه الزيارة. يعني بطبيعة الحال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية انتهت قبل قليل، وحاليا يتواجد الرئيس أردوغان في مدينة أربيل. بكل تأكيد هنا في تركيا أصداء هذه الزيارة كبيرة جدا، هناك متابعة دقيقة جدا لهذه الزيارة، لأنها زيارة غير عادية على الإطلاق وتاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هي الزيارة الأولى لرئيس تركي إلى العراق منذ 12 عاما وأكثر بقليل، والزيارة الأولى لأردوغان بصفته رئيسا للجمهورية التركية للعراق لزيارة العراق. وبالتالي من هنا تكمن أهمية هذه الزيارة. تم الإعداد لهذه الزيارة منذ عام تقريبا، بدأ الإعداد، استمر عام كامل الإعداد لهذه الزيارة، ولأين رأينا كثير من الاجتماعات بين المسؤولين الأتراك والعراقيين خلال الفترة الماضية، سواء كان في بغداد أو في أنقرة. وبالتالي من هنا نستطيع أن نتحدث أن هذه الزيارة ليست عادية وليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل لها ما بعدها بكل تأكيد على أقل تقدير من الجانب التركي، وهذا المنتظر من الجانب العراقي. هذه المرة هناك جدية ملموسة هنا في تركيا، جدية عراقية واضحة وإرادة من الدولة العراقية واضحة لتعزيز العلاقات مع الجانب التركي اقتصاديا ومن الناحية العسكرية والتكنولوجية فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، بغض النظر عن كثير من الجهات سواء كانت إقليمية أو دولية
المنزعجة من هذه الزيارة ونجاح هذه الزيارة، والمنزعجة والتي قد تنزعج من تطور العلاقات التركية العراقية، إلا أن المسؤولين أو صناع القرار هنا في تركيا اتخذوا القرار بتطوير هذه العلاقات، وهذا الملاحظ والمشاهد كذلك من الجانب العراقي هذه المرة. وبالتالي ما بعد هذه الزيارة ليس كما قبلها على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بالتحرك التركي الكبير العسكري القادم ضد حزب العمال الكردستاني، أي تنظيم PKK الإرهابي. نعم بالتفصيل سيد حمزة، ولكن سيد عبد الله، عند النظر إلى إعلان حكومة السوداني بعد أقل من ساعة من اللقاء مع الرئيس التركي عن منح ميليشيا PKK حق اللجوء السياسي في العراق، ماذا يفهم من هذا التصريح؟ الخلاف في مسألة فهم PKK المصنف يعني أوروبيا وتركيا أنه منظمة إرهابية، عندما لا يصنف العراق أنه كمنظمة إرهابية ويخضع أعضاءها إلى اللجوء الإنساني أو السياسي أو ما شابه من هذه المواصفات، هذا يعني بالتأكيد هناك تواطؤ في وجود هذه الحزب وهذه الإشكالية في العراق التي أشرنا عليه، الإشكالية الداخلية، لأنه وجود حزب العمال الكردستاني في العراق قديم منذ الاحتلال تنشط أكثر برعاية إيرانية ورعاية قوى التحالف اللي أمدته بكثير من العلاقات من المواد اللوجستية للحرب ضد تركيا. فبالتالي يعني لا تشكل هذه العبارات التي صدرت من العراق باعتبارهم لاجئين حقيقة، يعتبر هذا طعن في المواقف المعلنة التي رفضوا أن يتكون العراق يعني منطلق، وهذا ما موجود في الدستور عندهم، منطلق للعدوان على أي بلد آخر، ولم يعتبروا المنظمة يعتبروها منظمة إرهابية. وهذه ستشكل حقيقة مشكلة كبيرة ما يعني بفهم أنقرة لهذا الموضوع، لأنه وجودهم أيضا لا يعني لا معنى أنه سيكونون سياسيين مستقلين في العراق، هذا أمر غير صحيح، لأنه المنطقة التي يتواجدون فيها ليست تحت سيطرة الحكومة المركزية، وهذه إشكالية أخرى تفهمها أنقرة على أنه هذه المناطق ليست تحت سيطرة الحكومة المركزية، بالتالي لا تستطيع أن تحجم أو تضيق عليهم نشاطاتهم العسكرية أو التخريبية تجاه تركيا أو تجاه العراق أيضا، لأنهم يسيطرون على مناطق واسعة وكبيرة، وللعلم أنه كثير من عندهم يعني بالآلاف حصلوا على الجنسية العراقية ويتقاضون رواتب يعني عراقية بشكل مباشر، وهناك دعم أيضا لهم من الإقليم، من جهات موجودة في إقليم كردستان، دعم مادي ودعم عسكري ودعم حتى التدريب، لذلك أنه في أحد المرات قامت تركيا بضربهم في مناطق سليمانية. فبالتالي هذه الإشكالية الموجودة لا تغني يعني العبارات هذه الفضفاضة التي لجوء سياسي وغيره لا تقنع تركيا حقيقة، وستولد لتركيا مشاكل كبيرة في المستقبل. نعم. إذا ما أخذت المسألة بوجهة نظر حقيقية وصحيحة وسليمة. نعم. للتفاهم مع بغداد على هذا الأساس. طبعا أنقرة التي تقول بأنها تضطر إلى الرد واستهداف مقرات حزب العمال بسبب عدم إنهاء بغداد لهذا الملف أو التعاطي معه، كيف يمكن قراءة الموقف التركي؟ وقد أشار الرئيس التركي في اللقاء وفي التصريحات سيد حمزة بأن هذا الملف هو من أهم الملفات التي يعني القائمة الآن والتي تسبب توترات بين البلدين. يعني ملف هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم PKK، ملف حساس بالنسبة لتركيا، وبالتالي تركيا لن تتراجع عن محاربة هذا التنظيم خطوة واحدة إلى الوراء، ولن تتراجع مليمتر واحد إلى الوراء، وبالتالي على الجهات المعنية كلها في المنطقة والعراق بالتحديد، يعني كون هو موضوع حديثنا حاليا، أن يفهموا هذه النقطة، وأن تركيا مصممة
على محاربة هذا التنظيم بل القضاء عليه، وبالتالي على تلك الجهات إذا كانت تريد فعلا استقرار المنطقة أن تتعاون مع تركيا. هذه المرة قيل للجانب التركي وذكر خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المسؤولين العراقيين في بغداد إن العراق سيتعاون مع تركيا لمحاربة هذا التنظيم. بكل تأكيد بغض النظر عن التطورات في المرحلة المقبلة، ما أستطيع أن أؤكده أن تركيا اتخذت القرار بشن عمل عسكري ضخم وكبير جدا ضد هذا التنظيم في مناطق الشمال العراقي. هذا العمل العسكري من المفترض أن يكون بتنسيق مع الجانب العراقي وبإعلام للجانب العراقي نتيجة غرفة العمليات المشتركة التي تم التوقيع على تأسيسها خلال زيارة أردوغان إلى بغداد. هذا الأمر سيعطي الشرعية الكاملة لهذه العملية المقبلة وسيسكت الأفواه التي قد تخرج عند انطلاق هذه العملية لتتهم تركيا باتهامات باطلة فيما يتعلق بخرق سيادة العراق والاعتداء على أراضي العراق، وبالتالي هذه المصطلحات كلها ستكون باطلة لأن هذه العملية المقبلة تتم بتنسيق وشراكة مع الجانب العراقي. تركيا معنية بالقضاء على هذا التنظيم، تركيا مستعدة لمحاربة هذا التنظيم بكل قوتها العسكرية حتى لو لم تجد مساعدة ميدانية عسكرية من أي طرف في الإقليم، والجيش التركي قادر على هذا الأمر بكل تأكيد. وبالتالي نحن أمام مرحلة مقبلة، تركيا لن تتراجع فيما يتعلق بهذا الملف مهما كانت الظروف الإقليمية والثنائية مع هذه الدولة أو تلك الدولة، والصيف القادم على الأرجح سيكون ساخنا جدا وجدا كثيرا على الحدود التركية العراقية وكذلك على الحدود التركية السورية. أيام هذا التنظيم يعني بالنسبة لتركيا حانت للقضاء عليه ولتجفيف منابعه ويعني أساليب دعمه سواء كان في العراق أو في سوريا. الجانب العراقي الأفضل له بكل تأكيد أن يتعاون مع تركيا وليس مع يعني جهات مصيرها الزوال، وبالتالي هذا المتوقع من الجانب العراقي، وهذا ما قيل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة العراقية بغداد، والأيام هي الكفيلة بكل تأكيد ل يعني توضح حقيقة الصورة أكثر وأكثر، ولكن الصورة بالنسبة لتركيا محسومة بشن عمل عسكري كبير ضد هذا التنظيم الإرهابي بغض النظر عن آراء الآخرين. سيد عبد الله، عند النظر إلى الملفات الأخرى يظهر ملف المياه كواحد من الملفات المهمة لبغداد والتي تشكل معيقا للأسف في طريق التنمية الزراعية وما إلى ذلك، وهو موضوع حساس في الحقيقة، وهناك تحفظات من بغداد على السلوك التركي في هذا الجانب. هل تتوقع أن هذه الزيارة ستساهم في حل هذه المشكلة، ولا سيما أن العراق مقبل على صيف أيضا يحتاج إلى مزيد من المياه، وفرة مياه للمواطنين؟ وفرة المياه هذا أمر طبيعي يحتاج العراق، لكن الإشكالية ليس فقط في المد التركي، وحقيقة هناك إشكاليات كبيرة فنية وفي العراق. العراق لم يحسن إدارة ثروات المياه في العراق بشكل دقيق خصوصا بعد 2003، يعني أهمل كثير من المشاريع المهمة الاستراتيجية الأساسية التي تخدم إدارة المياه بشكلها الصحيح. ويذهب الأخصائيين على أنه الذنب الأكبر فنيا يقع على عاتق العراق، والتقصير في الكميات يقع على عاتق أنقرة، وهذه المعادلة يجب أن تكمل بين زيادة حصة العراق أو حصة طبيعية كدولة جارة وعدد نفوسها أصبح كثيرا والجفاف ومعالجة البيئة، كل هذا يجب أن تأخذ أنقرة بنظر الاعتبار، إضافة وتقع مسؤولية الحكومة العراقية الإدارة الفنية والتقنية التي أهملتها وساهم الفساد والتطابق التماثل السياسي فيما بينهم، أسهم في فشل هذه الإدارة
الماليه وبالتالي المائيه، فبالتالي يعني المسؤوليه مشتركه على الطرفين، لكن الاكثر يقع على الجانب العراقي لانه اهمل هذا الجانب ولم يتعاون مع تركيا على كثير من المجالات، وعلى تركيا ايضا ان تاخذ الجانب الانساني في هذا المجال وتزيد من حصة العراق بقياسا الى عدد النفوس الذي يعني عدد كما كان في السابق يتفق على عدد النفوس والكميات التي تتيح للعراق ان يستخدمها بالشكل الصحيح، فبالتالي المسؤولية مشتركة في هذا المجال، لكن احنا لا نريد ان يكون الشعب العراقي هو ضحية فشل الحكومة، وايضا على أنقرة ان تفهم يعني الجانب الإنساني في هذا المجال وتترك الخلافات السياسية مع العراق في عملية الكميات المياه التي يجب أن تتدفق إلى العراق، وتجبر الحكومة العراقية بأعمال مشتركة تخدم سياسة المياه وما يخدم المواطن العراقي في هذا المجال. فلذلك هناك أهمية كبيرة للتنسيق الحقيقي فيما بينهم والشفافية في التعامل، مهمة جدا هذه أن تكون العراق أيضا واضع في شفافية التعامل، وأن لا يسمح لي مثلا الإقليم عنده يعني مشاريع كثيرة مائية لا تخدم العراق بشكل عام، إنما تخدم مناطق الإقليم، هذه مشكلة مهمة. أيضا الجانب العراقي لم يتحدث مع إيران في عملية يعني قطع كثير من المياه إلى العراق والسدود وغيرها، فذلك المشكلة يعني المشكلة تقع على جدية الحكومة العراقية في أخذ هذه المسألة بجدية، وأنها مشكلة حقيقية يعني يجب حلها بين الطرفين، ويقع على كل منهم مسؤولية واضحة، يجب أن تكون واضحة وشفافة أمام العراقيين حتى يطمئن العراق من هو المذنب الحقيقي في هذا المجال. نحن أكدنا على أن الجانب الفني على العراق يجب أن يتحسن صحيح. ويكون باستخدام، وعلى أنقرة أيضا أن تأخذ بنظر اعتبار الجانب الإنساني وعدد نفوس العراق أن تضخ. وهذا نفس السؤال يعني الذي أحيله للسيد حمزة. تركيا تقوم ببناء سد أليسو وهو عائق أمام العراق في تنمية مواردها المائية والزراعية، هل هناك حل يمكن أن يتفق عليه الطرفان؟ طبعا هذا الملف، ملف المياه، من أبرز الملفات المطروحة منذ فترة على طاولة تركيا والعراق ومباحثاتهما، وكذلك الأبرز الذي طرح خلال زيارة أردوغان إلى بغداد. طبعا هو ملف حساس لكلا الطرفين، ولكن في نهاية المطاف خلال الفترة الماضية يجب الإشارة إلى أن قضية المياه عانت منها تركيا كما عانى منها العراق خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد موجة الجفاف والحر التي ضربت المنطقة، الشمال السوري، شمال شرقي سوريا، الشمال العراقي ومناطق جنوب شرقي تركيا، كلها عانت من الجفاف بغض النظر عن طريقة تقسيم الحصص المائية بين تركيا والعراق. وبالتالي المشكلة السابقة متعلقة، جلها متعلق بموجة الجفاف وليس ب طريقة تقسيم الحصص المائية بين البلدين. النقطة الثانية التي تشكل عائق حقيقي أمام حل هذه المشكلة هي يعني إذا صح التعبير ضعف القدرات الفنية والميدانية لدى الجانب العراقي في هذا السياق، وبالتالي هذا الضعف يؤثر على إمكانية استقبال كميات محددة من المياه من الجانب التركي، وكذلك يؤثر على قدرة تركيا على منح العراق كميات محددة من المياه. لذلك طرحت تركيا خلال زيارة أردوغان إلى بغداد فكرة أن تقوم مؤسسات وشركات تركية فنية بتقديم العون والمساعدة والخطط والمشاريع والمشورة للجانب العراقي في هذا السياق، ليعمل على تطوير قدراته الفنية والميدانية وشبكات المياه في المناطق الشمالية والوسطى وربما كذلك أكثر إلى الجنوب لحل مشكلة المياه والوصول إلى حل هذه القضية. طبعا تركيا بكل تأكيد، وهذا ما نسمعه من المسؤولين الأتراك وما نعرفه، لا تربط هذا الملف بأي ملف سياسي مع الجانب العراقي كما عمل البعض خلال الفترة الماضية على يعني الغمز واللمز. على الإطلاق لا يوجد أي ربط سياسي بهذا الملف الإنساني الطبيعي بين البلدين، وبالتالي مهما كانت
التطورات السياسية بين الجانبين لن تؤثر على هذا الملف. هذا الملف هو ملف تقني فني بحثي لا غير، يتأثر بقدرات البلدين التقنية والفنية، ويتأثر بالعوامل الطبيعية وخاصة موجات الجفاف التي تضرب المنطقة بين الحين والآخر. ولكن باختصار، الإرادة السياسية عند الجانب التركي موجودة لحل هذا الخلاف، وهذا ما سمع أيضا أقول في اجتماعات اليوم من المسؤولين الأتراك. على الأمر يحل في أقرب وقت ممكن، ويعني تزال هذه المشكلة بين البلدين. شكرا لك سيد حمزة تكين الصحفي التركي، والسيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنتما معي عبر سكايب.